السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تشوفوا لي هذا الفيديو نتوما على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، هذا الخريجة ان شاء الله عندنا اليوم واحد العزومة، واخدين واحد استراحة، معزومين عند شي ناس. غنشارك معكم الاجواء كامله ان شاء الله. الصراحه يعني راكم عارفين مع هاد الغربه ضروري بنادم خاصو يبقى هكا يتجمع، كيبدل منها كتبدلي الجو منها، يعني كتغيري حتى النفسيه ديالك. الصراحه الاستراحه غزاله غزاله غزاله. غنشارك معكم استراحه هنا كنت صورتها قبل ما يجيو الناس. هنا خاويه الصراحه فنة، غير هو ما ساعفنيش الحال، ما مشيتش بكري اون بليس، ما كان واحد البرد، كان تحرك الجو. راكم عارفين دابا مع هاد الوقت يعني كيتبدل الجو. ما قديتش نعوم الصراحه. الزوينه كتحمق لا بالنسبه للموقع ولا بالنسبه لهكا لابيسي اللي فيها، غزال غزال غزال. خاصها يعني الصراحه خاص تكون هادشي يمشي ليه مع 9 الصباح ولا 10، وخاص يكون الصيف، يعني ما تكون يكون يعني الحال يكون سخون، ما يكون شويه ديال البرد. راكم عارفين مع عندي الدري صغير امير، ما نقدرش نعومو هكا في هذا الجو، خفتو يتزكم ليا ولا شي حاجه. صراحه دازت اجواء رائعه كتحمق الصراحه، تبدلنا النفسيه ويعني كتاخدي واحد الطاقه ايجابيه. هنايا كيف كتشوفوا كاينه هنا الصاله، صراحه ديكوراسيون فن، الديكورات كيحمقوا لا بالنسبه للالوان لا بالنسبه هكا اي حاجه لقيت تلقايها تما، يعني كاينه البوطه، كاينه بزاف الحوايج كاينين. صراحة فنة فنة، أنا حمقاتني. ومن هنا كنبغي نقول شكرا بزاف على العزومة، صراحة دازت غزالة بزاف مع الحباب. وشنو هنا كتشوفوا، كيف كتشوفوا هنا الكوزينة، واخا داكشي يعني ما هنا تقدي هنا غير تبقاي تسخني فيها وصافي، أما خاص كلشي تجيبيه طايب معاك. هنا إن شاء الله غنديرو حفلة مشاوي، غنديرو يعني الشواء، وبابا راه كاين البلاصه فين نشوي. وهنا السفره مجهزه بكل شيء الصراحه، زوينه الجلسه فيها. لهيه كاين الحمام، هنايا كاين بيت النعاس بالتلفازه، وحده واحد المنظر هو غزال. دابا نصور لكم ان شاء الله. وهنا كيف كتشوفوا كاينه الجلسه بابا غزاله حتى هي. هنا كيف قلت لكم راه كان باقي ما جاوش الناس، داكشي علاش كنت صيفط سوق هي الاولى كانت مشات وصورت لي لي فيديو، قلت لها خليهم ليا. هنايا الدراري راهم ناشرين الحوايج، راهم عام وسلام. انا ولدي ما قديتش نعوم الصراحه، البرد واخا ما عرفتي شدو الهوايش على الماء. ما نقولش لكم دابا تشوفوا لي فيديو، ما بغاش يخرج ليا من الماء، باغي يتلاح. انتم هنا كيف كتشوفوا راه امين غير جالس كيشلل ليه بجيلاتو، عرفتي شدو الهوايش الهوايش على الماء، حلف ما يحيد. فزق ليا حوايجو، فزق راسو، فزق كلشي، والو ما بغاش ما بغاش. ايوا واش غنديرو هادوما الدراري الصغار ما عندنا ما ندير. عرفتي امين هنا راه مقاتل معاه، عرفتي والبرد البرد البرد، الماء متلج وهو هكاك باقي باغي يخشي رجلي. خليه يتبع فهاد شويه، كوم عارفين الدراري عزيز عليهم الماء، يعني راه كيبغيو هنا. ايوا هنا اختكم جالسه كدير عاود ازياء. كنتصور قال لك شدي، والله الا عرفتي المود تاع الضحك. انا راه تعشينا وسالينا عاد جلس كنقول لراجلي صورني. ها انتما جالسه كندير لكم في عرض الازياء. هنايا لالا ويا سيدي غيجي السير قدميري الاخ العزيز علينا، الله يحفظه الله يحفظه لوليداته يا ربي. غيتصور معايا الصراحه، عزيز عليا بزاف بزاف، وديما كيكون حاضر معنا وكيعطي واحد الجو، واحد الجو بزاف للجلسة. هنا كيف كتشوفوا السفرة حطينا هكا هنا مكسرات وفواكه هكا جافة، هي تنيقنا تنيقنا قلتو صافي عاد غنجيبو عاد غنوريكم هنايا دوازد اتاي وكيكات وهذا كل واحد شنو جاب، يعني العائلة تبارك الله كبيرة، كل واحد شنو جاب. توتو مامي جالس كيلعب حتى هو. هنا بريد ديال اتاي، واحد مسوس وواحد حلو.
اهلا ليكي كيكات بغيوة دلوز. صراحة واحد الأخت كدير هنا بزاف الحلويات وطبخ مغربي، صراحة غزال غزال بزاف الأشياء ديالها. ايوا هنا غندوزو شوية لالا، هنا راكم كتشوفوا هذا التصوير ديال أمين خطير صراحة في التصوير. انتم لا تقولوا ما عندنا صوصات في السعودية، انتم راه موجود ولكن ماشي في حال ديال المغرب نهائيا، كل بلاصة والطعم ديالها. انا خدينا الكباب وها انتم السيق قد ميري جالس كي شوية لالا صراحة مسكين ديما دي واحد الجو غزال غزال صراحة، الجلسة بلا بيه والو والله. ايوا انا غنرجع لكم هنا. غتشوفوا هنا غنحطوا الاكل، هنا دائما بغيوات بسطيلات ديال الدجاج صغار، الحريره، سلطات. صراحه الطعم كان غزال 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 صراحه. هاد الاخت اللي كطيب اكل مغربي صراحه الماكله ديالها واعره واعره واعره. ان شاء الله نبارطاجي معكم بارطاجي معكم الانستغرام ديالها، واللي بغى تطلب شي حاجه هنا في الرياض مرحبا بها. اتمنى زوينه، راكم عارفين دابا جايه رمضان، هاد السفوف هاد الشبكيه ايوا هنايا نوريكم هنا الحريره، يا الحريره مع جايه رمضان ما نقولش لكم، حنا بديناها من دابا غطلع لنا في الراس. يعني هنا درنا اشياء شويه هكا بلاستيك والجاج، يعني راكم عارفين مع الاستراحه هذا ما بغيناش نكثروا المعان. هنا كيف كتشوفوا اختكم جالسه كدير لكم عرض ازياء تاني، هذا هو البيت النعاس اللي قلت لكم كيطلع على هذا المسبح الصراحه زوين بزاف. هنا بغيت نوريكم بلاصه فين كنا كنشويو، هنا شعلنا الفحم وكنا باش نبداو هنا الشويه. راه ديجا وريتكم الشويه فين درناه. الجلسة برا الصراحة واعرة مع هاد الجو كيحمق، بدا كيبرد هكا الحال، واخا يعني دابا راه خاصو يكون الصيف صراحة، غير هو تقلب تقلب الجو كامل وما عرفنا شنو هاد الشيء. وفي نفس يعني في نفس النهار درنا العيد ميلاد كان ديال واحد الأخت جات من المغرب واحتفلنا لها بالعيد ميلاد ديالها. من هنا كنقولها كل عام وانت بخير وان شاء الله بالصحة والسلامة يا ربي وبالتوفيق في حياتك يا ربي. هنايا حاط أميرة جالس كيحماق مع الشموع باغي يقيسها وخايف. ها انتم شوفوا كيف كيدير، ما نقولش لكم راه خشا يديه كامله في الكيكه هنا حاله ام علي، هنا كيكات كل واحد شنو جاب. راه أميرة اللي داير ديك الحاله للديسير كاع التفاح داز عليه كيعض وكيلوح. المهم البنات هنا غدا نسالي الفيديو ديالي، كنتمنى كلشي يكون على خير ويعجبكم هذا الفيديو. شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم والله لا يخطيكم عليا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كنموت عليكم. اقول لهم باي باي.